وكان تشكيلي أن يجسد أن نحكي عن كل لوحة بحد ذاتها ماذا توحي هذه اللوحة، ما الرسالة من خلال كل لوحة. لوحة للعائلة العربية الطبيعية ذات البال نسميها، يعني بيطلع على مشوار وشمت الهواء مبسوطين مع بعضها، وتأخذ بشكل الشكل تبع جلسات كل واحدة منهم الإيحاء بشكل عام، كل واحد ايش بتحس فيها من كل لوحة من كل واحد. فهنا عملية المرض خلال نشر الألوان، الألوان هي مسمى، ولكن التعبير هو الأهم. أنا بركز على التعبير عبارة عن رسائل، ومن خلال اللوحة الواحد يقدر يفهم من الرسالة ايش بتعبر.